على فد موضوع. احنا عملنا كخليه نحل العمل مو فقط على مستوى الاداره لا بل حتى على مستوى المؤسسه. يعني يوم ما توجنا بالدوري وكنا يعني تعرف احنا توجنا الثلاثاء والخميس سافرنا، يعني كان عندنا عفوا توجنا الثلاثاء والاحد سافرنا صح. يعني يعني عندنا كان حوالي 3 ايام هي فقط فتره الراحه السلبيه اللي ما ارتاحوها. يعني تمرنوا يوم الجمعه والسبت، تمرنوا الاربعاء والخميس كانت عندنا راحه سلبيه. قبل هذا الشيء اللي اريد اقول لك اياه، كان اكو فدافع معنوي للاعبين ان كمجلس اداره، الا وهو انه السيد وزير الداخليه المحترم الفريق اول عبد الامير الشمري طلب مقابله الفريق بكل لاعبي الاساسيين والاحتياط بكل الوفي، طلب مقابله مجلس الاداره. يوم اللي طلب جلس وياهم وتكلم وياهم وعايشهم كصديق، يعني وصل هالمرحله هذا الشخص يعني باسمه، نزل وياهم كصديق ولاطفهم وحكى وياهم وبعد ذلك كرمهم ماديا ومعنويا وطلب منهم انه تشرفون اسم العراق في هذه البطوله. فهذا اعطاهم فد ادفانتج بشكل كبير جدا. اضافه الى ذلك حضر في هذه الجلسه السيد رئيس الاتحاد كابتن عدنان درجال وتكلموا مع اللاعبين. يعني احنا طبعا بعد قبل وجبه الغداء وبعد وجبه الغداء